ازيكم حبايب الغاليين دفعه ثالثه ثانوي الابطال، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايسين يا ابطال؟ عاملين اللي عليكم؟ اوعى تكون مقصر، اوعى ما تكونش دايس معانا. مستر انا مش دايس معاه. حاضر يا عم، حاضر يا غالي، هنعمل ورشه لربع المنهج. ايه يا مستر؟ فيها هننقذك، لو انت واقع احنا هنساعدك تقوم، ولو انت من المعديين احنا هنحل كتير خالص عشان تضمن ان مفيش حاجه هتقف قدامك. رجالتنا من فضلك اعمل اللي عليك، من فضلك. كل المدرسين بتسعى عشان خاطرك، يلا انت بقى اسعى، احنا علينا السعي والباقي ده بتاع ربنا. يلا يا غالي مستني ايه؟ دي فرصة ربنا بعتها لك تلم بيها ربع المنهج. انت طالع عليها يا مستر، طالع نحل مع بعضينا زي ما متعودين. عيش الامتحان، بخليك تعيش جو الامتحان. ايه يا مستر؟ ايه عيش الامتحان ده؟ اسئلة ثانوية عامة وازهرية، حبايبنا بتوع الازهر بنحل معاهم كل حاجة اهو على الوحدة التالتة. كل اللي جه يا مستر مش بنسيب حاجة. يلا يا غالي وريني شطارتك، افتح معايا يلا وتعالى نحل مع بعضينا. موجودين عندك في المذكرة تحت نفس الاسم عيش الامتحان، يلا بينا نعيش الامتحان. It's a good thought، يعني فكرة كويسة. طلع واحفظ اي كلمة مش عارفها طلعها واحفظها. But it will be a difficult thing، لكن هتبقى حاجة صعبة. To implement، كانت في unit 3 موجودة في المنهج، وديني بقول لك هتحل معايا كل حاجة اهو. دي جت دور اول 2024 السنة اللي فاتت على طول. The synonym of the underlined word implement، معنى كلمة implement. انت حافظها يا مستر؟ حافظها يعني ينفذ اهو، او يطبق. innovate يعني يبتكر. distinguish يعني يميز. ممكن تطلع كل الكلمات دي وتحفظها. improve يعني يحسن او يتحسن، هتبقى apply. سيادتك جبتها صح تبقى انت فاهم. apply يعني يطبق، لازم تكون جبتها صح. ارجع بسرعة للسينيمز والانترينز هتلاقي وائل مديها لك بالنص. يلا يا ابطال واحدة واحدة معايا. I hope، انا بتمنى. the exam، الامتحان. not difficult، يا رب الامتحان ما يبقاش صعب. حاضر. hope يا مستر، hope تمني اهو. تنبؤ، ركز معايا، ركز انا بكتب ايه. تنبؤ بدون دليل، بتنبأ من غير دليل. حاضر يا مستر. It's being، الفعل بي لا يأتي في الأزمنة المستمرة. Won't happen، مفيش حاجة تخليني أجيب مستقبل تام. Isn't going، بقول لك من غير دليل يبقى won't be. شوف نفسك جبتها صح ولا غلط. أنت طالع بتقيس قدراتك في الوحدة التالتة. أنت طالع بتعيش الامتحان، انت جوه الامتحان بتاع الوحده الثالثه اهو. ازهر ادبي 2024. يلا يا ابطال. ذا نيو، ركز كويس معايا. ذا نيو اندر جراوند ريلوي لاين، خط السكه الحديد الارضي. باي 2025، قبل سنه 2025. وائل قال لك اشهر كلماته باي، اللي هو ايه؟ المستقبل التام، الفيوتشر بيرفكت. يلا يا مستر. ويل بيلد مش هتنفع، ويل هاب بيلت تنفع، ويل هاب بين بيلت تنفع، ويل بي بيلت مش هتنفع. يا مستر تسال نفسك سؤال، طالما حط اكتف وحط باسل. وائل علمك خط السكه الحديد بيبني ولا بيتبني؟ بيتبني يا مستر، يبقى باسل اهو. will have been built، علمني نفسك
علم عشان تقول انا تقييمي ايه في الوحده الثالثه، دول 23 جمله تقييمي فيهم ايه. يلا يا ريس. رامي وونت جو هوم. ايه ده يا مستر؟ دي اللي هتجيلك في الامتحان بتاع اخر السنه. رامي مش هيروح البيت انتيل ده رابط زمن اهو، رابط زمن قبليه مستقبل وامر، بعديه مضارع بسيط او مضارع تام. حاضر. رامي وونت جو هوم انتيل علي arrived مش هتنفع، هات arrived مش هتنفع، ويل arrived مش هتنفع، يبقى هاز arrived. رامي مش هيروح البيت انتيل علي هاز arrived. تاني، قول تاني يا مستر. لو عندي رابط زمن، رابط زمن اهو، قلنا قبليه مستقبل او امر، بعديه مضارع بسيط، مضارع بسيط ومضارع تام، مضارع بسيط او مضارع تام. وافتكر كلام وائل كويس، واحنا لسه في شهر 10 اللي هتجيلك اخر السنه، يا اما باي عشان تختار مستقبل تام، يا اما الرابط الزمن، يا اما الرابط الزمن. يلا يا رجاله. نمبر 5، واحده واحده معايا من فضلك، عايزك مركز. شي يوجوالي وركز هارد، دايما بتعمل بجد. شي نوت هير سيلف ان هير ورك، دمجة نفسها قوي، مدخلة نفسها قوي في الشغل. اه مستر. افويد يعني اتجنب، وبيجي بعديها ناون او فيرب بلس اي ان جي. اماجن يعني اتخيل. فريز يعني يحرر لو جت فيرب. اه مستر، حافظينها في يونت 3. اميرسيز يعني مدمج، يعني مندمج، يعني مدخل نفسه في الشغل. تجريبي أزهر 2024. يلا يا رجالة حبايبنا بتوع الأزهر أهو، أزهر علمي 2024، كل امتحاناتهم موجودة. I immediately، أنا على الفور. Not in the disk، أنا اندمجت على طول في الديسك على طول أهو يا مستر. Submerged يعني تخبره المياه، Soaked يعني ينقع في الماء، Sank يعني يغرق، Immersed يعني اندمجت، دخلت على طول في المود. علم لنفسك معايا من فضلك. نمبر 7، ذا بوت المركب، وائل علمك. اسمع من وائل تاني من فضلك. ذا بوت از ليكينج، يا مستر عامل مضارع مستمر، يبقى ده موقف مؤقت، والمواقف المؤقته تعتبر دليل، المواقف المؤقتة تعتبر دليل. تاني، the boat is leaking badly، المركب فيها تسريب جامد، ده يعتبر دليل يا مستر. دليل يبقى مش هتنفع is sinking ولا will sink ولا sinks، تبقى is going to sink. المواقف المؤقتة تعتبر دليل، ودي بتاعت يا مستر المبني على دليل اهو. الأزهر علمي تجريبي 2024. هات اللي بعديها، باي فرايداي، قبل يوم الجمعة. أدي باي أهي، أشهر كلماته باي، المستقبل التام، باي فرايداي. أدي سيشن، القرار. أنت عايز إيه يا مستر؟ عايز مستقبل تام. ويل ميك مش هتنفع، ويل بي ميك مش هتنفع، ويل بي ميكينج مش هتنفع. هو القرار بياخد ولا بيتاخد يا مستر؟ بيتاخد، يعني باسف، مجهول اهو، ركز كويس معايا. ويل هاب بين ميد، القرار مش بياخد، القرار بيتاخد. يلا يا ابطال. نمبر 9، ركز كويس معايا لو سمحت. وي ماست انكارج، يجب علينا ان نشجع. نوت اف ذا كومباني از to remain competitive، لو انت عايز الشركة تبقى في حالة تنافس او تنافسية، يبقى انت لازم تشجع الابداع، تشجع الابتكار. اه مستر. filtration اللي هو الفلتر، بتنقي حاجة. imagination الخيال.
انفيتيشن الدعوه، انوفيشن يا مستر الابداع والابتكار حافظينها في يونت 3. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك احنا بنحفظ حاجه ونحل على حاجه تاني. اللي انت بتحفظه هو اللي انت بتحل عليه. يلا يا رجاله علم معايا نمبر 10 واحده واحده معايا. وي هاف بينيفيتد. وائل علمك، تعال اقول لك وائل علمك ايه. قال لك بينيفيت، بينيفيت فروم يا مستر كده يستفيد من، يستفيد من وكده فعل. طب بينيفيت a benefit of كده ناون دي فيرب اهو هنا فائده. طب هنا جاي يا مستر they have benefited not the new law استفادوا من القانون الجديد كده benefit from، benefit from verb. علم معايا مش عايز جملة تعديك. يلا يا بطاق خطيرة الجملة دي، حلينا زيها قبل كده. unless a new not اذا لم ايه جديد is found لو ايه جديد ما لقيناهوش او لقيناه. to control traffic عشان نسيطر على المرور. we will never find a solution to the dilemma مش هنلاقي حل للمأزق ده او المحنة دي. طلع واحفظ معايا يا مستر. كريكلام يعني منهج، ريسبكت يعني احترام، التيتيود يعني مرتفعات، يبقى ابروتش يعني طريقة يعني نهج. لو ما لقيناش طريقة جديدة نقدر نتحكم فيها في المرور مش هنقدر نسيطر على المأزق ده. حافظنا يا مستر في كلمات يونت 3. يلا يا رجالة دور أول أزهر علمي 2022، حل معايا جملة جملة لو سمحت. I'm afraid أنا آسف. He has come at a and not time هو جه في ميعاد مش مناسب. مستر convenient يعني مناسب، comfortable يعني مريح، uncomfortable يعني غير مريح، inconvenient يعني غير ملائم أو غير مناسب. جه في ميعاد غير ملائم، حافظينها غير مناسب. حافظينها في كلمات يونت 3. يلا يا ابطال. mother not housework الام ايه housework between ما بين الساعة 10 10 AM and 2 PM tomorrow ماما هتكون بتعمل اهو قلت لك ده توقف على الترجمة هتكون بتعمل. ماما هتكون بتعمل is doing مش هينفع، will be doing تنفع، will have done هتكون خلصت، will do لسه هتعمل اهي will be doing. ما دام ادالك between 10 and 2 يبقى ما بين الساعة 10 والساعة 2 يبقى هتكون بتعمل. يلا يا ابطال. I think انا اعتقد we will find هنجد، حليناها دي برضو قبل كده. we will find life هنجد حياة on other هنلاقي حياة فين يا مستر؟ احنا عايشين فين؟ عايشين على كوكب. يبقى plains يعني السهل الساحلي، plans يعني خطط، planes يعني طيارات يا مستر، planets يعني الكواكب. اوعى تنساها ايه؟ وخدنا الفرق بينها وبين plants نبات او يزرع. يلا حوش. leaves يعني ورق الشجر، leaves ورق الشجر. falling from trees المتساقط من الأشجار. in the autumn فصل الخريف. is completely natural يا مستر عملية طبيعية. excess يعني زائد. business يعني أعمال. presence يعني حضور. process يعني عملية. وخدنا الفرق بينها وبين operation. ارجع للانجوج نوتس. يلا يا ابطال احنا ما بنسيبش كلمه، بناخد الفروق بين الكلمات كلمه كلمه. يلا يا ريس. it took يعني استغرق. it took him
two weeks استغرق اسبوعين to recover from the surgical استغرق منه اسبوعين عشان يشفى من العملية الجراحية. experiment تجربة داخل المعمل. experience يعني خبرة. process يعني عملية طبيعية. operation يعني عملية جراحية. واوعى تنسى take اهو اكتبها عشان ما تنساهاش. مفعول take مفعول فترة زمنية فترة زمنية to المصدر اهي take him two weeks to recover. take مفعول دي معناها يستغرق دي معناها يستغرق. take مفعول فترة زمنية to المصدر. يلا حوش 17 واحدة واحدة معايا. my older brother اخويا الكبير has not in math from Cairo University حصل على الدرجة الجامعية بتاعته في الرياضيات من جامعة القاهرة. decree يعني حكم قضائي. license يعني رخصة. permission يعني اذن وتصريح. degree الله ينور عليه degree درجة جامعية او درجة حرارة. يلا يا ابطال 18 in my opinion يعني في وجهة نظري the population السكان of Egypt السكان بتوع مصر not by 20 يا مستر يبقى مش دي باي بتاعتنا هنا باي اللي بعديها نسبة مئوية هيزداد بنسبة مئوية 20% السنة الجاية ماشي يا مستر تنبؤ بدون دليل is increasing مش هتنفع is going to increase مش هتنفع has increased مش هتنفع will increase تنبؤ بدون دليل. لما كانت مصر هي اللي بتحط امتحان السودان طلبة المصريين في السودان اهو 2018. يلا يا ابطال look at the waiter بص على الجرسون. he is carrying يا مستر ادي مضارع مستمر يعني دي مواقف مؤقتة. المواقف المؤقتة تعتبر دليل أو تعتبر دليل. يبقى تاني he is carrying too much شايل تقيل جدا. he not all those plants هيوقع الأطباق كلها. مستر will drop مش هتنفع. is dropping مش هتنفع أنا عايز دليل يبقى is going to drop. علم معايا من فضل is going to drop. يلا يا ابطال نمبر 20 واحدة واحدة معايا من فضلك. I haven't seen my cousin in England for 5 years جملة خطيرة جدا واغلب الطلبة سألت فيها. جملة خطيرة جدا اهو خطيرة. انا ما شفتش بنت عمي في انجلترا قعدنا 5 سنين. I am sure ناس شافت شور جريت على ويل جرو. I am sure she not a lot. يا مستر هتكون كبرت. ما انا ما شفتهاش من 5 سنين هتكون كبرت يبقى ويل جرو مش هتنفع. ويل هاف جرون تنفع. ويل بي جروينج. ويل هاف بين جرون مش باسف اهي. ويل هاف جرون جملة خطيرة. جملة خطيرة اي مدرس بيحط امتحان عايز يجيب جملة صعبة في الفيوتشر اهي. جملة خطيرة ناس كتيرة بتلمح شور تجري على ويل جرو غلط. هنا انا متأكد انها هتكون كبرت وانا قلت لك اخر زمانين في المستقبل دول بنحلهم الله ينور عليك بالترجمة هتكون كبرت. ده انا دي 5 سنين ما شفتهاش. يلا يا ابطال I won't be able انا مش هبقى قادر to talk to you ان انا اتكلم معاك all the day tomorrow مش هبقى قادر اتكلم معاك اليوم كله بكرة because بسبب I not my homework هكون بعمل او هكون بعمل الواجب. يبقى would be doing غلط. will be doing تنفع.
would do مش هتنفع. may do أو will be doing هكون بعمل. المستقبل المستمر هكون بعمل. أهو طوال اليوم بكرة all the day tomorrow هكون بعمل. المستقبل التام هكون خلصت. يلا يا غالي. 22 she not to London. هي مسافرة على لندن. next Monday برضو مش عارف. everything is arranged. arranged وprepared وbooked a ticket I can't meet أو I can't see أو I can't help. دول بياخدوا مضارع مستمر. مستر flies ما تنفعش. is going to fly ما تنفعش. will fly ما تنفعش. is flying again. بتاخد مضارع مستمر. آخر جملة وعايزك تقولي جبت كام. تبعني بس. لما بتقولي أنا ببقى عارف أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. أنا عايزك تقولي تكتب لي تحت في الكومنتس جبت كذا. ابقى عارف احنا ماشيين ازاي. يلا يا ابطال. 23 ركز كويس معايا. he not a geologist. هيبقى geologist يعني عالم جيولوجي. when he leaves university. رابط زمن يا مستر. يبقى انت عايز مستقبل. بس بص كده معايا. this is his plan. هلا هتخلينا حل بلان يا مستر. انت قلت بلان وانتند وديسايد بناخد جوينج تو. يبقى مش هتنفع ويل ولا از بيكامينج ولا بيكامز. از جوينج تو بيكام. اتوسل ليك. اتحايل عليك. اتحنن عليك. قول لي جبت كام من 23 جمله. قيم نفسك. ده اسمه التقييم الذاتي. انت لازم تبقى عارف انت ماشي صح ولا ماشي غلط. انا ماشي معاك. انا متابع يا مستر ولا في خلل في حاجة معينة. هتلاقيني بدوس عليها في مراجعة ربع المنهج. ما تخافش احنا هنراجع بالتفصيل. هتشرح تاني يا مستر. هنشرح بالتفصيل. هتحل تاني يا مستر. اقل وحدة هنحل 500 جملة مش بنك اسئلة. هحل قدامك على السبورة. دوس بقى يلا. يلا ما تتكسلش. داخل على ايه يا مستر؟ داخل على ركن الترجمة. جايب لك شوية تراجم حلوين معاصرة. يلا وريني دماغك بتحل ازاي. افتح يلا معايا صفحة 131 وحل معايا. يلا ابطال. الترجمة. بيقول يا ريس تقوم المؤسسات التربوية حاليا بتطوير الكتب. وده بيتم فعلا. كتب المدرسية من حيث الشكل والمضمون لإعداد جيل من العلماء. عايزين نعمل جيل من العلماء قدامنا. يلا يا ريس. The industrial institution المؤسسات الصناعية طارت يا مستر. واحدة واحدة. The industrial طارت يا مستر. احنا educational institutions المؤسسات التعليمية are now developing the school textbooks. تمام. الكتب المدرسية in a master frame في الإطار ولا في المحتوى. بيقول من حيث الشكل. frame ده الإطار. يبقى طارت. form and content to prepare a generation of scientists. عايزين نعمل جيل من العلماء. اهو يا مستر. اضمن معايا درجتين. اضمن معايا درجتين. طب يلا يا غالي. واحدة واحدة معايا هتعرف تحل كويس. اهو. واحدة واحدة. انا طالع بحل قدامك. عشان اوري لك بحل ازاي. لكي تبقى في الوظيفة. ينبغي أن تساير أحدث التغيرات التقنية. تمام. العلمية في مجال عملك. عشان تبقى في الوظيفة لازم تساير التقنيات. ماشي. To remain employable. Employable. تمام يا مستر. You should keep up with. تواكب وتساير. Catch up with. ماشي. مش هي دي المشكلة. طب يلا. The
ليت؟ لا. The latest outdated؟ لا. يبقى the latest، the latest technological and scientific changes in the، بيقول لك في مجال يا مستر مش way، في مجال يعني field اهو، هتدوس كده هتطلع لك اللي احنا عايزينه. عليها درجتين. اتعلم وائل بيحل ازاي، اتوسل اليك اتعلم بحل ازاي. امشي معايا جملة بجملة. يلا احنا الترجمة والبانكتشويشن مش محتاجين مهارة، هما محتاجين تفتح عينك بس. الترجمة والبانكتشويشن مش محتاجين مهارة. يلا يا ريس التالتة واحدة واحدة معايا، ومفيش مانع ان احنا نعيدها تاني مرة واتنين. ايه المشكلة؟ ان كل دولة في العالم لها الحق في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. يلا معايا. Each country، every country، يعني أنا مش شايف هي دي الفرق أوي بس هنصبر ونشوف. ماشي. In the world، في العالم، has the right، in the world has the right، have started a master أهو، has the right، لها الحق to use، إنها تستخدم atomic energy for peace start يا مستر. يبقى كده عندي اتنين طارة هم، بقينا اتنين واربعة. Every country in the world has the right to use، انها تستخدم يا مستر، to use مش to using اهي طارة. هتطلع الاجابة يا مستر من غير ما نقرأ اهو يا باشا، اهو هتطلع الاجابة اهو، عشان بعد تو بيجي المصدر اهو، بعد تو بيجي المصدر. عليها درجتين، درجتين عشان تفتح عينك. ما اعتقدش بقى يعني غلبة بالنسبة لك. يلا حل تاني معايا، اتعب حل تاني معايا ودوس على قد ما تقدر اهو. ترجمة يا مستر. يلا يا ابطال، يمكن تجنب الكثير من الأمراض عن طريق اتباع العادات الغذائية السليمة. واحدة واحدة. It isn't possible طارت يا مستر، It is possible، من الممكن. To avoid، تتجنب. A lot of diseases، أمراض كتيرة. By، عن طريق. Following طارت، هي بالA طارت، هي بالO. I'm following healthy dietary habits. يبقى نعيد دولة تاني. It's possible، واحدة واحدة. It's possible to avoid، تتجنب. Lot of، مستر a lot of، ما فيش حاجة اسمها lot of، اسمها lots. اطارد اهي، اهي الاجابة اهي. ما انا بقول لك هتضمن الدرجتين، بس ارجع اقراها تاني مرة واتنين. انا طالع بحل قدامك عشان اوري لك انا بحل ازاي. طب يلا تاني. رقم خمسة. يلا يا ابطال، واحدة واحدة معايا. حد حلها قبلية؟ ممتازين. بيقول يا مستر، يعكس تحسين اقتصادنا نتائج ايجابية على حياة المواطن المصري. يلا يا ابطال. Improving our economy، improving our economy، تحسين اقتصادنا. Reflects، بيعكس. Positive، يا مستر نتائج إيجابية، دي نيجاتيف طارت. Positive results، نتائج إيجابية. On the lives of the Egyptian citizen. نعيد دولة تاني مع بعض بس نشوف اللي تحت دي. Reflects positive results on the life، يا مستر هو كاتب حياة، حياة، يبقى لايفز دي طارت. كده بتبقى لنا ايه؟ لايفز دي طارت، اي حياة يا مستر، حياة المواطن المصري، مواطن واحد اهو. اهو يا باشا الدرجتين اهو، اهو الدرجتين تحت ايدك. ما تفرطش فيهم لحد. يلا. اللي بيغلط في الترجمة ده بيبقى مش مركز. ده بيبقى مش مركز، انا عايزك تفتح عينك وتركز. يلا يا ابطال.
traveling abroad, السفر للخارج, enables us, بيمكننا, to see many countries, أن نرى دولا كثيرة, of the world, من العالم, and get in touch with, ونبقى على اتصال مع, the peoples, الناس, of other nations, ونبقى على اتصال بالناس في الأمم المختلفة. يلا يا ريس, أو الأمم الأخرى. واحدة واحدة. يمكننا السفر للداخل, لا للخارج يا مستر طارت اهي, السفر للخارج, ان نرى كثيرا من, هنشوف ايه يا مستر, دول مش قارات طارت, دول العالم, وان نكون على يا مستر, نكون على اتصال مش على توافق مع شعوب الامم الاخرى. هو بيقول ايه, بيبلز, أشخاص من الدول الأخرى. يبقى هنا key, get in touch with the peoples of other nations. يبقى هنا ما كتبش أشخاص يا مستر, كتب شعوب, يعني هتبقى أهو عليها درجتين. كتب شعوب, peoples دي people بس يعني ناس, a people يعني شعب, جمعها peoples شعوب. يلا يا بطاط, واحدة واحدة معاي. The world, العالم. Celebrate يعني بيحتفل, ما بتاخدش حرف جر. بيحتفل. The world environment day, بيوم البيئة العالمي. On 5th June, 5 يونيو. Every year, in a city different from the previous one, في مدينة مختلفة عن سابقتها. يلا يا ريس. يحتفل العالم باليوم القومي, لا اليوم العالمي طارت, اليوم العالمي للخضرة, لا مستر للبيئة, في 5 يونيو كل عام في مدينة مختلفة عن السابقة. هي دي يا مستر, عليها ضربتين. هتركز, مفيش حاجة تقف قدامك خالص. يلا تاني, نمبر 8, حل معايا واحدة واحدة لو سمحت مستر كبيرة, دي ما تخافش عادي. All living creatures, كل المخلوقات الحية, need to cooperate, محتاج أن تتعاون, in order to achieve their goals, لتحقيق أهدافها. Teamwork, العمل الجماعي, which means the ability, هي القدرة, of a group, قدرة المجموعة, to work together, أن يعملوا معا. Work together is something we can't do without, حاجة مش هنقدر نعمل بدونها, نستغنى عنها. Teamwork together with tolerance, هو مع التسامح, is essential, دي حاجة أساسية, for the success of any project, لنجاح أي مشروع. اوعى تخاف منها, عادي هنمشي عادي جدا. يلا, تحتاج الكائنات الحية أن تتعاون لتحقق أهدافها. أهو كل ده تمام. فالعمل الجماعي, العمل المجتمعي طارت, العمل الجماعي, والذي يعني قدرة الجماعة على العمل, قدرة الجماعة على العمل, تمام ماشي, مع بعضها. ما هي إلا شيء يمكن ولا لا يمكن, اهو يمكن ولا لا يمكن, ما هي الا شيء, means ability of group to work together, is something we can't do without, لا يمكن الاستغناء عنه. يبقى يمكن دي طارت, اهو اتعلم بس بحل ازاي, لا يمكن العمل بدونه, العمل الجماعي بدون التسامح, لا مع التسامح, ضروري للنجاح. هي دي يا مستر, خلاص اهو, غلطة 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 اهي, هي دي يا مستر اهو. اتنين اهو, قيم نفسك, 8 تراجم ب16 درجة. عايزك تقيم نفسك, جبت كام من 16, وده كان عيش الامتحان للوحدة التالتة, وماشيين بنفس الريتم, بنحل ومحدش بيحل قدك, وانا عارف انا بقول ايه, ومحدش هيحل قدك.
يعني محدش حل في الثري يونيتس قدك ومحدش هيحل قدك في ربع المنهج. انا بقول لك وانا عارف انا بقول ايه كويس جدا حبيبي عشان خاطر ربنا اعمل انت بقى ودوس. انا قلت لك ان احنا كلنا بنسعى لايه؟ لمصلحتك. احنا مش عايزين حاجة منك غير ان ربنا يكرمك وتدعي لنا. يلا دوس معايا. عيش الامتحان خلص. بقي لك يا مستر. ادخل يلا على الابليكيشن. احضر موقع لونج مان. احضر التيست. احضر حل الكتب الخارجية في المذكرة التانية من ورا. احضر منصة نجوى. احضر يا باشا كل التدريبات دي. ما كتير يا مستر حبيبي انت خلاص. طالما ذاكرت الوحدة الحل ده بيبقى سهل. طالما مذاكر الوحدة وحافظ الكلمات بتاعتها وفاهم الجرامر بتاعها الباقي كله بيبقى سهل. انا بتبسط بيكم جدا 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 وبحبكم جدا 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 وبدعي لكم من قلبي ان ربنا يكرمكم. احلى شباب من اسكندرية لاسوان دفعة 2025 دايسين وعلى الوعد مكملين. اشوف وشكم بألف خير.